السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات ميلا ميلا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير، ونرحب كاع بالمشتركات المشتركين جدد، مرحبا بكم، واللي كانوا معايا من قبل نقول لهم ثاني مرحبا بكم. اليوم غادي ندير معاكم وصفه قديمه تاع حلوه قديمه كنا نديروها بكري، الناس بكري كانوا يديروها. هاد الحلوه ما فيهاش بزاف مقادير، فيها هنا تكيلو كيما نقولوا، بالكيله اللي تكيلو بها تكملوا. عندي انا هنا هاد الكيله الاولى تاع اللحظه بودره الحليب، وبنفس الكيله كيما نقولوا غير هي، غادي نكيل الفرينه ونكيل السكر كلاصي والكاكاو، غادي ندير 3 مغارف ونلمها بالمارغارين. وكي نكمل نوجدوها ونكملوا التزيين نوري لكم باش غادي نزينها، طريقه التزيين اختياريه. بون هنايا انا الكيله الاولى تاع اللحظه غادي نديرها هنا في المقله، نطلع لكم باش تشوفوا. الكيله الاولى نديرها في المقله، انا هنا المقله تاعي غسلتها وشعلت عليها باش تنشف، ودروك غادي نحمص نحمصها هنايا، واني دايره النار متوسطه، مانيش مقويه كاع ومانيش منقصه كاع. وهنا نسحق اي لوحه كيما نقولوا هادي، ولا اللي يكون موجود عندكم مغرف تاع اللوح ولا هاد السباتول. هنا ما يليقش نخلوها تنحرك، يليق نقابلوها ونقعدو هكا كيما من نديرو التقنطه، من نديرو السميد نقعدو هكا نقابلو فيها ونحركو فيها حتى تولي لنا كولور مارون، لون ذهبي كيما السميد من نقلوه هكا. نقصو لها النار ونقعدو نقابلو فيها حتى نشوفوها ولات اللون ذهبي. نزيدو نديرو تاني الفرينه كيف كيف ونصفوها، خاطرش الكحال من بعد يجي تاع كيما من نديرو السميد. انا باش ما نطولش عليكم لا فيديو غادي نحبس، نزيد نكملها ونكملو في رحبه لا فيديو. شوفوا كي بدات تتحمص، بدات لا كولور تاعها تتبدل هكا. وهنا هاد الكويرات هاد البوليطات اللي يجو نديرو كيما هكا باش ما يقعدوناش هكا. نحمصها مليح، شوفوا اللون تاعها كيفاش ولا هكا. دروك انا هنا اش غادي ندير، غادي نغربلها ونحمص الفرينه كما درت هادي. ندير الفرينه، شوفوا اللون تاعها كي ولا، هذا هو اللون، لون ذهبي هكا. دروك اش غادي ندير، غادي نصفيها هنا هاكا، نفوتها كاع هنايا. نزيد بالملعقة خير، نزيد بهادي هاكا، نصفيها. الفرينة ثاني نخدمها بهذه الطريقة، هكا صفيها كاع، نكملها كاع بهذه الطريقه ونعاودو نولو مع الفرينه.
فرينة كما بنفس الطريقة كما خدمت بودرة الحليب هكا ثاني كيف كيف نعسها ونحركها كما درت مع بودرة الحليب ونشوف هذوك الكويرات نحلهم كاع كيما هكا حتى تدي اللون ذهبي ونعاود نوريكم. هاي الفرينة بعد ما حمصتها ودات لنا هذاك اللون الذهبي دوري هاي لا كيتجي هاكا نحلو كاع هذوك الكويرات ما نخلوهاش تقعد مكوره ها هاكم تشوفوا فيها كي راهي صافيه ماهيش مكوره. دابا واش غادي ندير؟ غادي نصفيها مع اللحظه اللي درتها مع هادي نصفوهم نصفيها كاع مع اللحظة ونعاود نكمل لكم الطريقة. وهنا اش غادي ندير؟ هادو صفيتهم صايي خليتهم يبردو هنا على جهة وهنا غادي ندوب المارغارين. المارغارين انا هنا ما فيهاش عبر انا غادي ندير ونشوفو على حسب ما تتلم لنا هاد الكادو هاد الحلوى. كاين لي كاين لي يبغو يلموها بالكونفيتور بالنيسلي كل واحد وباش يبغي يلمها. انا خيرت نلمها بالزبدة بكري كان بالمارغارين بكري كانوا يلموها هاكا بكري كاع كانوا يزيروها هاكا. دوك ندوبها هنا بلا ما تدوبلنا غادي ندير نكمل الكيلة تاع السكر كلاصي نعمر الكيلة هكا عمرت كيلة تاع السكر كلاصي تاني نغربلها. هنا بغيت نقولكم بلي اللي تلمها بالكونفيتور ولا بالنيسلي ما تديرش السكر كلاصي. انا هنا مين غادي نلمها بالمارغارين ندير لها السكر كلاصي. وهنا غادي ندير الكاكاو معها الكاكاو غادي ندير قد تلت مغارف هكا ماشي معمرين بزاف هكا ولي تبغي تضيف غير زوج مغارف تنجمي تضيفي غير زوج مغارف ثلاثة هكا هنا اللي تبغي ما ديرش الكاكاو نجمو ما ديروش كاكاو تستغنوا عليه عادي نخلطهم كاع في رحبة. هنا اللي تبغي تضيف لها المكسرات اللي عندها يكون عندها كيما نقولوا شويه تاع الكاوكاو مقلي شويه تاع اللوز نجمو تضيفوه. يعطيها كوش باب انا بغيت نديرها كي تاع بكري. ملي تبغي تخليها بيضة ما تديرش الكاكاو من الداخل هكا خلطوهم مليح هكا شوفوا المكونات اللي قاع يكونوا متخلطين. انا هنا قبل ما نبدا نلم فيها بالمارغارين درت الشوكولا هنايا باش ندوبها في حمام مائي وبي ماري
نقصت لها النار باش ما تنحرقليش، وغادي ندير لها قد مغرف دهان مارغارين هكا شويه، نديرها مع الشوكولا هنايا ونخليها فوق النار، ونبدا نلم فيها هكا ودروك هنا هنا خلو شويه، خلوها هادي تبرد باش ما تجيكمش حاميه، وهاد المارغارين تاني ما تديروهاش كاع حاميه، خلوها تبرد شويه. نبدو نلمو فيها هكا، نلموها هكا، نلمها حتى نشوف تحصلت باللي قد ما نقد نكورها كيما نقولو كيما العجينه من نقعدو نلمو فيها. انا درت كاع هذيك المارغارين ونشوف الا تخصني نزيد هكا. انا هنا تبان لي خصني شويه، غادي نزيد شويه باش نعطيكم نيشان العبر شحال درت. نزيد من هذه اللي فيها 250، هذه 250 غرام، شوفوا شحال راني قالعه منها. نورمالمون نزيد هذه صاي قد ما نجم نلم نديرها تذوب، نعاود نولي لكم. هاي لزت ذوبتها وخليتها بردت شويه، ما نديروهاش حاميه، ونبداو نلمو. هاكا نلمها تما. انا هاد الكميه اللي درتها كيلت بالغرفيه دات لي قد 250 هذيك المارغارين، حتى تشوفوها هاكا ها تحكمت، دات لي 250 تاع مارغارين. هذيك المارغارين كاع كملتها نهايه لا ذوبتها كاع. وانتوما الا كانت الكيله تاعكم لا عبرتو بالكاس ولا الكاس يكون صغير ولا تجيكم ناقصه. دروك انا اش غادي ندير لها، غادي ندير كويرات هكا، كويرات نتوما ولا الحجم اللي تبغوه هكا ها هكا باش تعرفوا بلي سي بون راهي شاده روحها هكا. نحطهم كاع هنايا، نكمل انا كاع هادو، نكمل كاع هاد الكويرات ونعاودو نكملو الحلوى. انا هنا درتهم كاع كويرات هكا، نتوما ديروا الحجم قد اللي تبغوا. عطاتني قريب 30 حبه. هنا ذوبت هذيك الشوكولا هايله، هنا كان عندي شويه تاع الكاوكاو ايفيلي حمصته هاكا ها، غادي نديره دروك هنايا، حمصته مليح وغادي نديره مع الشوكولا هاكا. نخلطها هنا الكاوكاو اللي تحمصوه، ولا كان عندكم اللوز ايفيلي ولا سيبولها. نزيد نكمل هاد الشويه باش تعطيها كو شباب هكا. دروك هنا نبدا ندخل الحبه تاوعي هكا،
يجوا كيما هكا ونحطهم ينشفوا شوية ونعاود نولي نكمل قاع هاد الحبات بهاد الطريقة ونعاود نولي ان شاء الله. هنا الحلوة تاعي قاع بعد ما كملتها نصدرتها هكا في الشوكولا هذيك اللي درت فيها الكاوكاو مقلي محمص، والنص غطستها غير في الشوكولا وزدت رمطتها في النوات كوكو وقطعت لي قريب 30 حبة 28 حبة هكا كان هذا هو الشكل تاعها. نقسم لكم باش تشوفوها كي تجي، هاي لا كي تجي من الداخل. جربوها وما تندموش عليها، كاين بزاف اخوات ما عندهمش الكوشة يقول لك ما عندناش امكانيات باش نديروا الحلويات، كاين وصفات سهلة ما نحتاجوش الكوشة فيهم. كانت هذه هي الوصفة تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وما نبقى غير نقول لكم ما تنسوناش بالاشتراك واللايك مع وصفات ميلة ميلة. سلام.